السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. والنهارده هي الحلقة الرابعة من حلقات ربح على السريع. اللي ما يعرفش هي حلقة ربح على السريع وايه هي حلقات ربح على السريع، هي حلقات متسلسلة كده بنشرحها لربح المال من الانترنت ولكن على السريع. على السريع بمعنى ان انت بتربح الفلوس وبتسحبها في نفس اليوم، او مش لازم في نفس اليوم، المهم انك بتكسب مبلغ كويس يوميا. تمام. ده بس تعرفت انا عن السلسله اللي انا كنت بداتها، وده رابع فيديو في السلسله دي. لو عايز تتفرج على الثلاث فيديوهات اللي فاتوا خش على بلاي ليست، وهتلاقي بلاي ليست اسمها ربح على السريع وممكن تتفرج عليها كلها وان شاء الله تستفيد منها. في البدايه برضو لو اول مره تشوف حلقات مستر بونتك، اول مره تشوف حلقات ربح على السريع، ممكن تعمل سبسكرايب للقناه عشان توصل لك كل حلقات ربح على السريع الجايه. تمام، النهارده هنشرح موقع هو بيست تشينج. ناس كتير قالت لي اشرح الموقع ده وفي استراتيجيات كتيره جدا في دماغي هتنفع الموقع ده، ولكن انا النهارده مش هشرح اي استراتيجيات. تمام. النهارده انا هشرح الموقع، هشرح ازاي تكسب من الموقع بالطريقه الشرعيه العاديه، وهشرح بعض الحاجات كده في الموقع البسيطه وخلاص، لا طرق الدفع وحاجات عاديه جدا في الموقع ده، والموقع ده اصلا بيشتغل في ايه. تمام. لكن مش هشرح استراتيجيات ده ليه. ده اولا لان عايزين نتقل كده وناخد حاجه نضيفها بعد الامتحانات، بحيث ان الواحد يقدر يشتغل في الموقع ده بسهوله وما يعصلكش معاه في الاستراتيجيات، عشان لو عملنا استراتيجيات دلوقتي واستخدمنا بعض الاستراتيجيات القديمه اللي هي استراتيجيه خارقه واي استراتيجيه ثانيه، فالموضوع ممكن الموضوع يتقفش يعني، والموقع بعد كده هيبقى اصعب بكتير من الاول، فمش هنعرف نعمل عليه استراتيجيات تعرف تمشي في الموقع. تمام، فانت لازم تركز كده وبلاش تستخدم استراتيجيات في الوقت الحالي. تمام، فانا هتكلم بس في الموقع النهارده وهتكلم ازاي تربح منه، وعلى كده الربح بتاعه الشرعي هيبقى ممتاز جدا معاك، وهتعرف كل ده لما نبدا نتكلم على الموقع. تمام. يبقى انت لازم تعمل سبسكرايب للقناه عشان توصل لك الحلقه اول ما تنزل، حلقه او الاستراتيجيه بتاعه الموقع ده اول ما تنزل ان شاء الله. تمام، اول حاجه احنا مالناش دعوه باي حاجه في الموقع. الموقع ده بيتكلم في ايه؟ بيتكلم في تغيير العملات. تمام، يعني انت بتدي له عمله مثلا بالدولار يديها لك بيتكوين او حاجات شبه كده. تمام، عندك 50 عمله، عندك مليون عمله، عندك كل عملات الدنيا. تمام، حتى عملات ممكن عملات ما تعرفش ما تسمعش عنها اساسا، ممكن تسحب الموقع ده بكل سهوله جدا على بايزا وعلى سكريل وعلى اي حاجه وبالعمله اللي انت عايزها. تمام، فالموضوع بسيط جدا 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 في الموقع ده، ومش هيفرق معانا اصلا هو بيشتغل في ايه. لو دخلنا على ترتيب اليكسا، الموقع موثوق منه بشكل كبير جدا ومش محتاج اي كلام، طيب، ولا حتى محتاج ان اوري لحد اثبات دفع. هل انا اشتغلت على الموقع ولا لا؟ انا لسه ما اشتغلتش على الموقع في اي حاجه، لان طبعا انتوا عارفين ان انا في امتحانات. طيب، هنا الافلييه بروجرام هو ده اللي هيفرق معانا في كل الكلام ده، هو الافلييه بروجرام. تمام، زي ما انت شايف هنا بيقول لك ان انت بتاخد 35 سنت عن كل واحد بتدخله للموقع ده. كل واحد بيسجل من الرابط بتاعك انت بتاخد 35 سنت. حلو قوي يا شباب. عايزين نسجل في الموقع ده، هنسجل ازاي؟ انت هتفتح صفحه زي دي كده، هتجي لك كلمه ريجستر هنا وتسجل مباشره، هيفتح لك الصفحه دي. خلينا بس نعرفكم ايه اللي فيها. هنا سيبك من النقطه الاولى دي، النقطه الثانيه بيقول لك ان اقل مبلغ للسحب هو 1 دولار فقط. ده ممتاز جدا، ان انت مثلا لو جبت 3 او 4 افلييه فانت هتاخد ال 1 دولار وهتسحبه بكل سهوله. بقى كده احنا حققنا الشرط بتاع ربح على السريع. تحت بقى هنا شويه تحت هنلاقي هنا بيقول لك لو عايز تسجل في الافلييه بروجرام بتاعنا تسجل. هنا بيطلب منك تحط اليوزر نيم بتاعك، هنا الايميل، وهنا الباسورد، وهنا تعيد الباسورد، وانتهى الموضوع على كده. هتعلم على ده كله بالشكل ده، هتعلم على ده كله وتعمل كليك تو فيريفاي، وبعد كده تعمل ريجستريشن وتروح تاكتف الاكونت، ومبروك عليك كده تم عمل اكونت الافلييه. طيب، هنرجع هنا مره ثانيه على الافلييه بروجرام عشان نبدا في الساين ان او تسجيل الدخول. حلو جدا، هنعمل هنا كليك تو فيريفاي، بعد ما نكتب اليوزر نيم والباسورد. هنا طبعا لو نسيت الباسورد ممكن ترجعه بسهوله عن طريق الايميل من هنا، تعمل هنا لوجن. تمام، الموقع اهو، وكل حاجه فيه بسيطه جدا. انا طبعا الدرس ده هيخلص بسرعه، ان انا مش هتكلم بشكل كبير قوي عن الموقع، لان الموقع ده لو هتكلم عن كل جزء فيه فهيطول جدا جدا جدا. طيب، هنا طبعا بيديك الاي دي نمبر بتاعك، ان انت يعني رقم كام في الموقع او حاجه زي كده، او انت الافلييه رقم كام. ده الافلييه بتاعك، اللينك بتاعك، انت بدات تنشره بقى في المنتديات، بتنشره للناس في الجروبات في كل حته، بتنشر اللينك ده. و حاول لما تيجي تنشر اللينك ده او تيجي تتكلم عنه في قناتك على اليوتيوب تتكلم عن الميزه اللي انت بتاخد 35 سنت، يعني ما تتكسفش، ما تقولش مثلا انا مش هقول لهم ان انا باخد 35 سنت عن كل افلييه، لا قول لهم عشان انت تستفيد وهم يستفيدوا، فبلاش تضحك عليهم في الحته في النقطه دي بالذات عشان المصداقيه. طيب تمام، يعني ده كل واحده سجل من خلالك انت بتاخد 35 سنت. طيب، هنا طبعا بيقول لك ان انت سجلت يوم ايه. انا مسجل يوم 17 ابريل من زمان انا عارف، ولكن يعني انا كنت ما اشتغلتش في الموقع ده خالص في الايام دي. هنا الاكونتس فور ويزدرول، هنا طبعا ده الايميل بتاعك، هنا تضغط على ايديت
هفهمك ده ايه. ده هو السحب. طيب تمام، هنا عندك بيرفكت ماني، بيرفكت ماني بالدولار وبيرفكت ماني باليورو. هنا عندك باير بالدولار واليورو، عندك يو اي دبليو اي بالدولار واليورو، عندك اوكي باي بالدولار واليورو، عندك البيتكوين، عندك ادفانسد كاش، عندك باي بال طبعا ده بنك الشعب يعني، فالباي بال، وعندك طبعا هتحط الباسورد هنا لو عايز تغير الباسورد او اي حاجه فبتضغط هنا يعني. هو ده يعني الحته بتاعت البروفايل. حلوه قوي. بترجع مره تانية على الافلي اكونت زي ما انت شايف هنا، بيديك الاحصائيات بتاعتك كام زائر وحاجات شبه كده، وهنا الفلوس اللي معاك او الفلوس كلها وحاجات زي كده. شايف هنا الاكونت بالانس، هنا بيديك التوتال انكم، الفلوس اللي معاك كلها، هنا الفلوس اللي اتدفعت، هنا الفلوس اللي لسه بتدفع يعني اتحطت دلوقتي وبتدفع، وهنا طبعا الفلوس اللي معاك عشان لو عايز تسحبها. عايز تسحب اضغط على ويزدرول بالشكل ده وروح هنا وقول له خلاص ده اكونت الباي بال بتاعي، هيقول لك اسك تو ويزدرول بس، وبيقول لك هنا تقعد 5 ايام يومين لحد ما بيأكتف السحب وبيوافق عليه، وثلاث ايام لحد ما بيسحبه، او اربع ايام يعني، هما يعني يا 5 ايام يا 4 ايام يعني، والسحب يكون وصل. لكن لو انت ماشي شرعي فالسحب هيوصل في 3 ايام او 4 ايام بالكتير، ماشي مش شرعي فالسحب مش هيوصل غير بصعوبه، ولو وصل يبقى كويس تمام. لكن تصبر بقى نشوف استراتيجيات كويسه وحاجات جديده ونحاول نشتغل عليها ان شاء الله. تصبر وبعد الامتحانات باذن الله هتلاقي مني كميه استراتيجيات رهيبه باذن الله في الفتره الجايه. المهم ان احنا عرفنا كده ان ده السحب منه من $1، فانت تبدا النهارده تسجل في الموقع ده، تبدا تحاول تشتغل في الموقع ده بشكل شرعي. مش صعب انك تجيب 3 ريفرال او 4 ريفرال يعني، بحيث انك توصل. ما تحاولش تغش النهارده يعني، حاول كده تعديها بخير وسلامه عشان الموقع ده يبدا يشتغل معانا كويس. كان معاكم مصطفى من قناه مستر بومتك، اتمنى الفيديو لو عجبك لايك الفيديو، وريت تعمل سبسكرايب للقناه عشان توصلك حلقه ربح السريع الجايه باذن الله. لو عايز تعمل يعني سبسكرايب او تنبيهات للبلاي ليست معينه، تخش على البلاي ليست وتعلم على الجرس بتاع البلاي ليست اللي انت عايزها. لو عايز مثلا حلقات ربح السريع كلها فهتلاقيها في البلاي ليست على طول مباشره، ويجي لك جرس لكل حلقه. كان معاكم مصطفى من قناه مستر بومتك، اتمنى الفيديو لو عجبك يا ريت تعمل لايك الفيديو ده، عشان اللايك ده بيشجعني جدا بحيث ان انا بعرف ان انت عجبك الفيديو. فياريت لو عجبتك حلقه ربح السريع الجزء الرابع او الحلقه الرابعه من حلقات ربح السريع تعمل لايك للفيديو ده، ويا ريت لو اول مره تشوف حلقات مستر بومتك ما تبخلش علينا بالضغط على زر السبسكرايب اسفل الفيديو ده عشان نوصل ل 3000 مشترك في القريب العاجل. كان معاكم مصطفى من قناه مستر بومتك مره ثانيه او ثالثه. شكرا شفت الفيديو، واشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Take a body's high.